بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل مع المحاضرة الأخيرة من الدرس الثالث من مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics، الدرس الثالث اللي عنوانه First and Second Law of Thermodynamics. المحاضرة الأخيرة هذه يتم عرفها تعريف الأنتروبي وجميع المعادلات المتعلقة بالأنتروبي. أول شيء، بالنسبة للأنتروبي is an extensive property is defined by ds is equal dq over dt at reversible process. The SI unit of entropy بالطبع إذا الهيت هي الجول، temperature هي الكلفن، فتصبح إيش؟ جول بير كلفن أو كيلو جول بير كلفن. The determination of entropy data of liquid is from the table like enthalpy, internal energy and specific volume. كنا قد شفنا في الدرس الثاني استعمال الجداول أو خصائص الماء مثلا في استعمال الجداول. استخراج القيم حاجة الأنتروبي تتم بنفس الطريقة لما استخرجنا الأنثالبي أو Specific Volume أو Internal Energy، وقد كنا قد عرضنا للأمر هذا أو عرضنا الأمر هذا قبل، وقلنا أنه لما يجي الأنتروبي راح يصير نفس الشيء. طيب، بالنسبة للأنتروبي تكتب إيش أو تحاول أن تكتب بطريقتين، مش نعرضها، تكتب بطريقتين. عندي انه الهيت بالنسبة للفيرست لو يساوي ديو بلس الورك، الورك يساوي بي دي في، والهيت شفناها الحين تساوي تي دي اس. اس هي specific entropy، في هي specific volume، يو هي specific internal energy. فاذا الانتروبي دي اس تساوي ديو over دي تي بلس بي على تي دي في. لو كملنا الامر هذا عندي بي على تي تساوي ار على بي. هذا من جبناها المعادلة من ideal gas law، وأيضا نعرف إنه ديو تساوي CV dT. تعويض ديو بقيمتها والبي على تي بقيمتها تصبح dS تساوي CV dT على تي plus R dV على V. لو سوينا التكامل من هنا، التكامل من هنا، التكامل من هنا، راح نصور أو نوصل إلى delta S أو S2 minus S1 تساوي CV لن T2 minus T1، وهنا CV average لأنه التكامل حق CV راح نعتبره constant average of specific volume at constant volume plus R تكامل DV على V تساوي ln V2 على V1. زي ما قلنا CV average هي is evaluated average temperature حق T1 plus T2 over 2. أيضا الأنتروبي يكتب بطريقة أخرى، بما أنه نعرف أنه الأنثالبي DH تساوي DU plus PV، H تساوي U plus PV لما عرفنا الأنثالبي. لو فتحنا القوس تصبح DU plus PDV plus VDP. ليش؟ يعني نعرف التكامل حق PV يساوي PDV plus VDP، وهذا نشوفه يعني خاصة في الرياضيات لما عندي two parameters أو function يعني depends on two parameters. DU plus PDV لسه شايفينها الحين تساوي ايه شباب؟ تساوي TDS. فإذا TDS تساوي VDP من الجهة الثانية تصبح بالماينس، والDH اللي هي في الجهة الثانية. فعندي TDS تساوي DH minus VDP. فإذا الأنتروبي تساوي DS تساوي DH على T minus V على TDP. ما الحسابات بنفس الطريقة، V على T تساوي R على P، والDH شفناها قبل تساوي CP dT لأنه عرفنا specific enthalpy at constant temperature هي dH على dT. طيب، فهنا تصبح dS تساوي CP dT على T minus R dP على T. سوي التكامل من هنا، التكامل من هنا، التكامل من هنا، delta S or S2 minus S1 تساوي CP average، وزي ما قلنا CP average هي evaluated at average temperature T1 plus T2 over 2. تكامل dT على T تساوي ln T2 minus T1، R ثابت تخرج برا التكامل، تكامل حق الدي بي على بي تساوي لين بي 2 على بي 1. كده عرفت انه الانتروبي تكتب بطريقتين، الطريقة الأولى زي ما شوفوها الحين هي، أو الطريقة الثانية شفناها الحين هي الطريقة هذه. ولو رجعنا للصفحة قبل شفنا انه أيضا دلتا S تكتب أيضا بالطريقة هذه. فهنا نكون تقريبا يعني خلصت الشابتر 3 وخلصت تقريبا الجزء المتعلق بالثيرموداينامكس. فإن شاء الله في الحصص القادمة سوف ندخل في جزء الموائع،
يعني فلويد ميكانيكس، ونعرض جميع الأشياء المتعلقة بميكانيكا المواقع. إن شاء الله تكون الجزء حق الثيرموداينامكس واضح لكم، ولو ما كان يعني لو في مشكل يعني غير واضح، فيمكنكم التواصل معي عن طريق يعني الطرق المتاحة عن البلاك بورد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.